بأهل المغرب العربي جميعا عندنا. مرحبا، فتحت لكم الأبواب. هل يبقى أحد في بلادنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، سيخرج الشيوخ قبل الشباب والنساء قبل الرجال والكبار قبل الصغار. ما هو السبب؟ محبة استبدالا لدين الإسلام بدين آخر؟ لا، عن أي شيء يبحثون؟ عما هو مفقود في بلادنا. نعم، إن القضية في أبعادها أكبر من أن تكون قضية اقتصادية أو مادية. غير صحيح، هناك موارد شغل وإن كانت مقتضبة وقليلة، والإنسان يستطيع أن يسترزق في بلاده، هذا لا ننكره، لكن المسألة لا تنحصر في مورد شغل فقط، في توظف أو في حرفة أو في أن يكون الإنسان عاملا يوميا أو موظفا في شركة. القضية أبعد من هذه، القضية تتعلق بحقوق الإنسان المفقودة، بكرامة الإنسان المهدرة. هاو حينما يعيش الإنسان ذليلا تحت أنظمة قمعية استبدادية دكتاتورية، لا حق لك أن تعبر، ولا حق لك أن تنتقد، ولا حق لك أن تختار، ولا حق لك أن تبدي رأيك، تعيش مهمشا على هامش الخريطة. فحينئذ إذا فقد الإنسان كرامته وديست إنسانيته بالأقدام، بعد ذلك تهون الحياة، ولا يبالي حينئذ أن يلقي بنفسه في عرض البحر، إما أن يعيش عزيزا أو أن يموت كريما. قالوها قديما، عش حرا أو مت. الإخوان اسمحوا لي، البح ما كنتش معكم لأنني كواحد النقابي ديال الخمسينات، ماشي هاد النقابيين اللي عندنا اليوم، لا نقابي ديال بكري، خد نهار الراحة ديالي فاتح ماي، رغم ما خلاكمش ديروا الديفيلي على قبل كورونا، ولكن كون الديفيلي تيكون في وسط الترام ولا في وسط السوق تما، أما باش تعمل ديفيلي ديال الاحتفال بعيد الشغل لا، لأنه هو يلصق في كورونا معنياش. كما داك حنا السبت مثلا ما نتصنتوش لاي قناه، لان ما قلنا لهم، لان حنايا متقاعدين وما خصناش نفيقوا نهار الاثنين بكري وخصنا نعسوا نهار الاحد بكري، لا هذا اليوم انا مع كيفقت ولا نخدم ديك القناه ديال داك الدري اللي في حدا الزعلوله كيسيمي، وما عليناش بقينا نتصنت وشويه وجي واحد مروكيه من هاد جايه من الرباط، ماشي مولا، لا ماشي مولا، لا هادي وحده اخرى، هادي اسمها حسناء، هادي حسناء الرباطيه. قالت ليه قالت لي تقول ما تدخلش، قالت لي نتايا لا اليوتيوب ما يحترموش بعد الناس اللي تنحترمهم هنا في المغرب. وهي دابا غادي نتكلم معاه بشويه بالادب بما ينسخون سخن، وديك الساعه ندور فيها على حق وطريقه. قالت ليه ما تحترموش، واش انت يا حماره هذيك حسناء، واش انت يا حماره بغيتي 6 مليون جريتو عليهم نتوما يا ابناء العاهرات، وبغيتي يحترموهم، يحترموا واحد يتياخذ ليهم الرزق ديالهم. قلت لي ما تحترموش بعد الناس اللي عندنا، احترمي اللي عجبك، روحي تقودي حاجاك، راح انت تحترمي واحد تينكعك ومخدمك، حنا خصنا نحترمو حتى حنا معاك، احنا خصنا نفرقو، كل واحد له دين. ولكن 6 مليون بني عمك خوتك مغاربه ما عطيناهمش الحق باش يصوتوا، الحق اللي تضمنو اي دوله المواطن ديالها، احنا لا، احنا في ديك المغرب منعينا ما عطيناش الحق، وتنوضي تقولي ليه هذا انت هذا وباليوتيوبرز. سمعي يا الحماره، سمعي هذا ديال الميريكان اللي عطاك تقريبا 5 دقائق وانت تكلمي وخلاك
تكلمي. هذه 5 دقائق والله ما تاخذي منها نص مينيت عند اذاعه العريشي. واش ماشي اذاعه العريشي وحلي تقرعي كما تقرعتي علينا حنايا. ولكن حتى الان بالرد وبحق التعبير خلاك ما قاطعك لا والو، خلاك تقرعتي خرجتي داك الخرا اللي عندك فمك. واش تيت موت تصحابنا حنايا غير حنا الجاليه ما تفهموش. وانا نقول لك من هذا المنبر والله كانت الحاجه بيله هنايا كون خرجت نتفاتك ودكدكدك عندك الزهر اللي ما لقيتهاش لقيتها لا مشات للحمام. لا تقول لي انتوما هذا ما نحبوش الوطن. حيت قودي يا العطايه، حنا ما نحبوش الوطن. باش عارفين ما نحبوش الوطن؟ حاكرين عليا يا الكلب، حاكرين عليا نعرض الله وعلى دين امكم في اليوم الاحد. اسمعيني الا بغيتي تقرينا قري قري خوتك اللي في المغرب هما الاولين. عاد جي عندنا حنا في الخارج استاذ محترم، ماشي قود لاش من الاستاذ. واش استاذ تينوضي يكريتيكي لي كوليك ديالو؟ في عمك شتي هادي استاذ تنعرفوه؟ اش تعرفي عليه؟ قواد بيع وشراي. نقول لك من هنايا بغيتي ندخل معاك راه نجبد. ايوا راني غير ساكت تنخلي عباد الاخرين هما اللي يجبدوا داك الشيء. عاد نركب فوق الموجه من عندي بغيت نخرج ديه نخرج فيه ديريكت. ما كاين لا احترام لا والو. انت وياه روحوا تقودوا. المره الجايه قلت لك غتجي المره الجايه تعيطي، عيطي المره الجايه ثاني نقطعوا بك. ايوا لا تصحابين انا داك هشام الصلحي غادي يتكلم معاك بشويه الادب. انا ما نتكلم معاك لا ادب لا والو لا نحو. سيري تقودي هذوك اللي مسيفتلك سيري عندهم. عندك الزهر اللي خلاك تكلمتي. زين باش مين انت يا بلادك زوينه؟ ها تدافعي على بلادك. علاش ما مشيتي عند العريشي اذاعه ديالكم ولو معطيك واحد الاير تايم واحد الوقت تكلمي فيه كيما عطاك هذا السيد؟ سير 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 تقولي سير 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 نبان نقرع عليك نعرض الله وعليك في اليوم الاحد. دراي دراي المغاربه هذه حسناء الرباطيه امونا واش تعرفيها؟ لا سامي سامي عمرك سمعتي شحال اسمها حسناء الرباطيه؟ راه حيت تقولي انت ولادك الرباط طلعي الدم الكري. تحيه لصحاب الجيش الجيش والفتح ما عليناش بحال بحال. فلي هذا انا غير جيت هنا كندايز كندايز دايز وانا نرجع. ما بتقولي لنا تعاجل الوسائل بعيد تتختلف اي هاي هاي انطباع ايجابيه نستفيد منها. بغيتي تستافدي من عندنا هنايا؟ احنا نقول لك حنا في هذه الدوله نعطيك مثال. حنا الواحد ملي يشدوه تديو للكوميسيريا كيدخل للكوميسيريا الكاميرات خدامين تيمشي لا ريسيبسيون تيحيدوا لي داكشي اللي في حويجو سوارت لي كارت على الفلوس وتيحطوا لي في الكونتوار الكاميرا تشوف وتيسقسيوه السميه ديالو العنوان ديالو هذا وتيعمروا لي واحد الفورم وتيحطوا ليه كاع داكشي اللي لقاو في جيبو تيحطوه وتيقراها وتيسيني والكاميرا تشوف. فهمتي بدي نقولك علاش عندنا حنا بغيتي تستافدي انا غير نعطيك باش تستافدي. ومنين تيسالو معاه تيقولوا لي هاد البوليسي اللي جابك على هادي وعلى هادي وعلى هادي وعلى هادي تيقراو لك هذاك اسمو هذاك وتيقولك سيني. لو بغيتيش تسيني ما تسينيش. وعاود ثاني قبل ما يديوك الاستنطاق تيقولك واش بغيتي محامي ولا ما بغيتيش المحامي. الا قلتي للمحامي غتدخل تسنى في لا سيليل وملي تكون تسنى تيجيبولك اتاي ولا قهوه فهمتي وانت تسنى في لا سيليل بوحدك فهمتي ولا كاس الماء. ومن يجي المحامي ديالك كاين بعض المرات المحامي ديالك تيتكلم معاك في التليفون الا كان شي حاجه صعيبه تيقولك تسنى انا غادي نكون معاك من الساعه. وكاين عندنا اجونس خدامه ديال المحامين 24 ساعة ملي تيعيطو بغاو محامي المحامي اللي قريب لديك البوليس هذيك الكوميسيريه اللي قريب لدرب مولاي الشريف تيجي عندك تيجي وتريح معاك
تدخلوا القاعات ديال الاستنتاج ماشي التعليم، لا تعليم بالك في تمارة، اما عندنا هنايا كاينه قاعه فيها التلفزيون فيها السجاله فيها كلشي، البوليسي تيجي مع صاحبه وانتايا معك المحامي تيخدموا الماكينه تيخدموا هذا تيقولك الوقت الساعه كلشي ها هو استنتاج ولا الانترفيو غادي يبدا مع الساعه الفلانيه، وتيبقى يسالوك هذا هاي عملوا معك البحث كمل يا ما تكمل كمل كمل كشي حاجه، هذا المحامي اللي دخل هذا السؤال تيجر اللسان يقدر يقول للمحامي اللي دخل، ومني تيسالي تيقولوا لك هانتايا سيني هنايا بغيت سيني ما بغيتش سيني ما كاين مشكل، عندهم الكاميرا مسجلك وعندهم السجاله مسجلك، وهو داكشي كاتبه وصاحبه غادي يسيني فيه، والمحامي ديالك هو اللي بغى يسيني سيني ما بغاش يسيني ما يسينيش صافي. تتكلموا على ليبرتي بروفيزوار ماشي ما تيسيتوكش العكاشه ولا عند قاضي التحقيق، لا 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 لا، الا كانت القضيه بحال هذا قال لي انت زامل ولا قال لي انا عاهره لا بحال داكشي، لا ديك الساعه تيقول لك انا سير تخرج بالليبرتي بروفيزوار بالضمانه ديالك، انت تشهد بانك غترجع للمحكمه تتسيني تمشي تقول نهار فلان فلاني تدوز للمحكمه، نهار فلان فلاني تجي للمحكمه تيجي معك المحامي ديالك وتدخل للمحكمه وتيسقسيك وهذا وهذا وهذا، ولكن المحامي الحاكم بحال القضيه ما يسيبكش الحبس تيعطيك عقوبه تيمكن ما تحيد القناه ديالك اما تعترف اما اطلب المسامحه ابولوجي ولا جهاد فهمتي صافي. وزيدهم بعد البوليس ميشد البوليس قبل ما يجي البوليس قبل ما يشد كل شي حاجه تعيدك في التليفون تيقول فلان بالفلان اش باغي دير غتحيد داكشي من التليفون ولا هذا تقول لي غادي نحيدو تيفيريفي طاب طاب صافي وتعطيك واحد الوظيفه في التليفون، الا ما بغيتيش لهذا ولا كاين شي حاجه كراف تيجي يشدوك. ايوا هادي يعني انت يا اهلك حسناء هادشي عندكم في المغرب يا قلتي بغيتي تعرفي شي تستافدي من عندنا حنايا واستافدي ولا ما غاديش تستافديش نحترمو ماشي تحترمي تحترمي قاضي فاسد. قالت لي نتايا متهم عباد الله عندنا القضاء عندكم القضاء نعالة الله هو عليك في هذا اليوم الحد عندك القضاء علاش ما هاد القضاء ما استعملتوش مع المغاربه ديال الخارج اللي خدتو ليهم العقار ديالهم وخدتوهم الفلوس ماكم هادشي ما استعملتوش هاد القضاء القضاء انت تقدي على القضاء نجي القضاء منين القضاء يجي تليفون يجي تليفون من الرباط ها يجي تليفون هذا القضاء سيري سيري دخلي سوق كرك انا نقول لك نتكلم معك عندي شوف ها قراي خدمي ولا قاودي فهمتي انا نقول لك مباركه من المساله او تخدمي لك الكلمات العربيه اللي كنا نقراو في التلاوه هذه شحال من عام ويلي ويلي ساعة شكا هذاك اسمه الصولحي الصولحي فين كنتي غابر صاحبي تنشوف تنقلب عليك ديما انت بنتي ليا اليوم ما كتبقيش تدخل عند المولى ولا سيسبوندوك ايوا صاحبي دخل دخلتي وقلتي لي قلتي لي بويا علمونا العوم في تحت الارض واش من الحوت يعوم تحت الارض ما كاين لا حوت الحوت اللي غادي يعوم في التحت راه دا اخنوش دا اخنوش الحوت دا اخنوش الحوت الحوت جا دوك الشيء كيدزو حوت تما داك الحوت اللي تيعوم تحت الماء تا هو داوه ما بقى عندنا حوت. وانا كنت قلت لكم واحد النهار قالوا داروا مع السوق الاوروبي داروا مع واحد الكونترا جديده منين شت الثمن ديالها مع السوق الاوروبيه شت داك الثمن قلت هالمروكي خشى لك الثمن في الماكينه ديالو وقسموا علينا حنا جميع لا مش يعني حنا ما كناش حنا الخارج ما محسوبينش قسم على المغاربه اللي في الداخل قسم على 36 مليون و 34 مليون قسم قال لي كون هذا هذوك هذاك اسمو هذوك الفلوس اللي عطاتهم للسوق الاوروبيه كنا حنا عطيناها لهم ويخليو لنا حوتنا يخليو حوتنا في بلادنا. ايوا اللي قلت شحال ساعه فكرني في واحد الدري هو اللي فكرني فيه انا قلت لكم شحال كاينه في واحد في الوقيته اللي كانوا تينيغوسيو الكونترا مع السوق الاوروبي ولا الاوروبيين انا مش داك الثمن ديال التفليه كانوا عطيوها للمغاربه المغاربه يقولوا معاه ها اللي غادي يعطونا اوروبا ها اللي غادي نشرو الحوت ديالنا بفلوسنا هنا فين هنا فين تولي حاشاكم تقول بالدارجه الزمله المشرعين اللي عندك
سيري تكلمي مع المشرعين اللي عندك في الرباط، ديك ديال الرباطيه واش ديري الطاكسي وديك البرلمان وتكلمي معاهم وبركه من القلب الحياه، خلينا نحترموك. انا ما احترمتكش، انا ما عندي غرض. فلهذا لا اطول عليكم ساقول قولي. مصيبة السي صلحي فيك انت غابر، حصلتك عند تحفة. ايوا هادشي اللي كيدك شي عشان ما 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 انا صايم، ما خصنيش دابا انا كاع داك الصيام اللي كنت صايم دابا صافي مشى الصيام. دابا يمتى غادي نحسبوا الدراري؟ قولوا لي يمتى غادي نحسبوا. 9 8 6 5 4 3 1 العيد. يمتى غدا نبدا نحسبوا؟ سيدي غدا نبدا نحسبوا، بدا نحسبوا باش على دولة.